بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا نبدأ بفتح البراغي، لدينا 6 براغي، 2 من هذا الجانب و2 من هذا الجانب، ثم 2 من هذا الجانب. يمكنكم البدء أن أي واحد تريدون. على بركة الله نبدأ بفك البراغي. الطريقة هي سهلة، فقط بعد فك جميع البراغي يمكنكم البدء بفك الباب من الأسفل. دائما نبدأ بالأسفل. هنا نستعين بإبرة لإزالة الغطاء البلاستيكي. نفس الطريقة كذلك، وعملية فتح الباب يمكن أن تمكنك كذلك من استبدال الزجاج، لأننا في هذه العملية سوف نزيل الزجاج بالكامل. كذلك يمكن أن تصل إلى المفتاح المركزي أو سنتراليزي الموتور الخاص بالريموت كنترول. سير جبد من تحت. يلا هز هز. نفتح من الأسفل أولا ثم نرفع. نزيل كذلك الوصلة المسلسلات الكهربائية والفيشات كما ترون. نستعين بمفك البراغي لإزالتها، ثم نزيل بعض البوطون أو الخاص بالتحكم بالزجاج، ثم نكمل عملية الفتح. صافي. هبطلع الهرم. نفك أيضا السطر على اللور. لاحظ هنا طريقة المسك، نمسك جيدا كي لا تنكسر بعض القطع البلاستيكية. كما ترون تسمعون بعض الطرطقات. طاقة ثانية كما شاهدتم أو كما سمعتم، هذه هي القطعة البلاستيكية. نستعين بسكين حاد كي نزيل الغطاء البلاستيكي الواقي من الماء والرطوبة، يقي بعض القطع الكهربائية كي من التلف. بعد إزالتها كما ترون هذا هو الموتور الخاص بفتح وإغلاق الباب. وهنا الميكانيزم الخاص برفع وإنزال الزجاج. سوف نفتح البرغيين. هذا هو الموتور، ثم نزيل الفيش هكذا. بعد إزالة الوصلات الكهربائية نبدأ بفتح داعمتين للزجاج، الأولى والثانية هكذا، ثم نزيل القطعتين البلاستيكيتين هكذا. هكذا هي على هذا الشكل كما ترون، هذه هي داعمة الزجاج والثانية على هذا الشكل. وهنا نرفع الزجاج ونميله بعض الشيء، ثم نرفع بهذه الطريقة وإلى الغسل. سوف يذهب بالغسيل. هنا كي نزيل الميكانيزم، أولا نفتح 4 براغي في هذا الشكل، ثم 3 براغي الخاصين بالموتور، هما متصلة الموتور مع الميكانيزم متصل كما سوف ترون. وهنا وجدت المشكل في أن الكابل قد لم يعد مستقيم كما كان، سوف تشاهد من بعد الصورة. هنا نفتح ثم نفتح الموتور ونخرج الميكانيزم أولا ثم الموتور ثانيا. لا تنسوا إزالة الفيش الكهربائي والموصلات الكهربائية. هذه هي القطعة والميكانيزم. كما تشاهدون فإن الكيبل لم يعد مستقيم كما تشاهدون هنا. وهنا قد ذهبت عند اختصاصي في الإصلاح ثم أصلحتها. لقد بدل الكيبل بنفس المقياس، نفس مقياس الكيبل. هنا التجربة كما تشاهدون.
لقد قمت بإعادتها ثم تجربتها. هذا هو الميكانيزم، لاحظوا كيف تعمل النافذة هكذا. هنا ندخل الموتور أولا ثم الميكانيزم. العملية فهي سهلة فقط بعد انتباه. ثم نرجع البراغي إلى أماكنها ثم الإغلاق. البراغي من قياس 10 ملم، ونعيد الخيوط الكهربائية والموصلات الكهربائية إلى مكانها كما شاهدون. هذا هو الموتور، وهنا أقوم بالتجربة كي لا أتفاجأ في الأخير كما تشاهدون. يلا نزيد 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 زيد زيد زيد. قمت بتركيب واحد التحكم وأقوم بتجربة كي لا أتفاجأ في الأخير. وهنا أركب الدعامات. لا تنسوا تشحيم الميكانيزم قبل إدخاله، نضيفه ثم تشحيمه. الفخاش صافي ندير الآخر. ثم نقوم بالتثبيت، وقبل التثبيت سوف أرفعها قليلا كما تشاهدون حتى تسهل لي عملية إدخال البراغي هكذا. لا أستخدم القوة في إدخال البراغي لأن تقريبا كل القطع بلاستيكية. هنا أقوم بالتجربة مرة أخرى حتى لا أتفاجأ في الأخير. ثم نستمر في تركيب الغشاء البلاستيكي. هذا الغشاء يجب أن يركب بإحكام، ويجب أن تضغط عليه جيدا حتى لا يدخل الماء إلى القطع الكهربائية بالداخل. هذا الغشاء تقريبا من أهم الأشياء التي يجب أن تركز عليها. هنا أزيل الأسلاك حتى يسهل عملية التركيب، وأمسك بيد ثم يد أخرى أمسك بها السلك. يجب أن تقوم بهذه العملية بحذر كي لا تكسروا بعض القطع البلاستيكية الصغيرة كما تشاهدون. هذه هي العملية. ثم نرجع إلى مكانه حتى تسمعوا الطرطقة كما سمعتم الطرطقتين. ثم ندخل هذه القطعة فندفعها إلى الأمام كما تشاهدون. ثم نستمر في إدخال البراغي. لا للقوة، لا للقوة، حذاري. فالكل بلاستيكي. كذلك نستمر. وإلى إخوتي المغاربة، عندكم تشيطوا البياس، إلى شيطتو أعاودو حلو أخويا، دير خدمة مكادة ولا حبس. هنا نعيد الموصلات الكهربائية إلى أمكنها. دي كونتاكت. ثم نعيد كل هنا عمل التركيب. هنا كذلك سوف أقوم بعمل التشريب كما تشاهدون. تجريب. هنا عملية التركيب نبدأ دائما من الأعلى. الأعلى، فإذا كان الأعلى جيد الكل سوف يكون أسهل من بعد. كما صرفنا أركز على الأعلى ثم أمر إلى الأسفل. أسفل أقوم بضربات خفيفة وأسمع طرطقات لأتأكد من الكل في مكانه. بعد ذلك لا يتبقى لي إلا أن أرجع البراغي إلى مكانها. وتحية الأخ عادل والأخ ياسين على المجهودات الجبارة، ما نساوش مساهمهم معايا في هذا العمل. عمل سهل، يمكن الجميع يقدر زعما يقوم به في المنزل ديالو. بالنسبة للأعمال اللي يمكن تقوم بها المنزل منزله، بالنسبة لعملية تبديل الكابل فيمكن تمشي عند اختصاصي في تبديل الكابل. هذه السيارة من نوع هيونداي ايديس ايتون،
جميع السيارات اللي تشابك يكون واحد الاختلاف بسيط. هبط الدجاج وطلع. التجربة الأخيرة وعلى سلامتنا الحمد لله. وشكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.